سلام، هذه قناتي عليها أزيد من 600 مشترك. اشترك حتى نوصلها 1000 في أقرب وقت. في هذا الفيديو سأشرح كيف تشغل ألعاب نينتندو سويتش على الهاتف عن طريق محاكي يوزو. طبعا نحتاج إلى تطبيق سارشيفي، تطبيق المحاكي الذي سيمكنك من تشغيل الألعاب، وملف البرودكي بالإضافة إلى ملف اللعبة ضروري يكون بصيغة NSP. وكل هذه الأشياء راح تجدونها في ملف مضغوط عليه قفل. كود القفل راح تجدوه في أي لقطة في الفيديو، لذلك تابع الفيديو للآخر لحتى تعرف كيف تشغل المحاكي. طبعا لا تنسى اللايك والاشتراك. هيا نذهب للشرح. المهم يا أخوان، أول شيء نفعله هو الدخول إلى تطبيق زارشيفي. ندخل إلى هنا، نقوم بإنشاء فولدر، ملف نسميه محاكي. أنا سميته محاكي يوزو كما ترون. هنا اللعبة، وهنا الكي، وهنا هادو الأدرين المعالجات، هادو الخاصة بكرة الشاشة في الهواتف. ما يهمنا هذا الشيء. المهم ما يهمنا هو محاكي يوزو. نضغط على انستال كما ترون. انا محمل التطبيق. المهم ندخل الى التطبيق هنا، راح يعطينا بهذه الواجهه. ندخل الى جيت ستارتد جراند بيرميسن كما ترون بهذه الطريقه. هنا سيلكت كي، راح ندخل الى الملف هكذا. هنا كما ترون معلومه مهمه، هنا يقول لنا سيلكت يور برود كي وليس التيتل كي كما ترون. ندخل هكذا، نذهب هكذا. راح هنا عندي الملف محاكي يوزو كما ترون في الاعلى. نضغط على كي، نضغط على برود كي، وراح يدخل الملف هنا. اختيار اللعبه، نضغط اد جيمز كما ترون. دقيقه، نضغط اد جيمز. نرجع هنا لعبه باتمان ارخم. هنا الو، هنا اوكي دون كما ترون. هذا المحاكي تبت معنا بدون مشاكل. هنا الاعدادات، هنا في الاعدادات ادفانسد سيتينغ. ندخل الى السيستم هنا لا شيء. هنا جرافيكس، نقوم بهنا الجودة، نخليها 540x810. هنا الاف اس ار نخليها 25%. هنا نقوم بتفعيل هذه خاصية فورس ماكسيموم كلوك ادرينو. هذه في معالجات الادرينو، لان معالج هاتف ادرينو دير فعل اعطوني هذا الخيار. وهنا الكنترولر ما يهمنا هذا الشيء. المهم اخر شيء ندخل الى اللعبة، ارجع لكم بعد ما تدخل. المهم كما ترون يا اخوان، هذه اللعبة اشتغلت معنا بدون مشاكل. كما ترون ان اللعبة بطيئة قليلا، لان هاتفي لا يحتوي على معالج سناب دراجون، يعني معالجة الالعاب. معالجي هو معالج كوالكوم. المهم نضغط على بريس كما ترون. هنا ستارت نيو جيم، هنا نضغط كونتيني بهذا الشكل. اللعبة تقريبا بطيئة قليلا، ولكن مهم اللعبة اشتغلت في بعض الألعاب، مثلا لعبة سونيك ولعبة سوبر ماريو، فيها ألعاب تشتغل بدون مشاكل مثل هذه الألعاب. لأن لكن حجم هذه اللعبة 6 جيجا، يعني تقريبا الألعاب الأخرى تشتغل بدون مشاكل. الألعاب اللي فيها 2 جيجا 3 كما ترى. هذه اللعبة هنا 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 هذا التريلر الخاص باللعبة، لعبة باتمان أرخم أزولوم كما ترون بهذا الشكل. وهذا هو تريلر اللعبة كما ترون، اشتغلت بدون مشاكل. وهذا ما كان لدينا في هذا الفيديو. لا تنسوا يا اخوان الضغط واللايك والاشتراك. وكود الكي راح اقولها مرة اخرى، حطيته في وصف في الفيديو، وراح اقولها رابط. المهم يا اخوان، هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو. المهم كود الملف هو رقم 90 90 90، وراح اكتبها لكم في شرح الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك.